اجتمع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان مع السيد عبد الحكيم الخياط رئيس مجلس إدارة ديار المحرق للاطلاع على آخر مستجدات العمل بمشروع ديرة العيون وتدارس الخطة القادمة لتوسيع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية. وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير ملف الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل أحد مفردات الاستدامة خلال السنوات المقبلة وتقديم التسهيلات اللازمة أمام الجهات الممولة وشركات التطوير العقاري لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الانخراط في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين. من جانبها قامت شركة ديار المحرق بتقديم عرض مرئي استعرضت فيه تطورات المشروع الذي يضم ما يقارب 3100 وحدة سكنية تنفذ على عدة مراحل استهلت أعمال البناء والتشييد للمرحلتين الأولى والثانية معا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم أكثر من 600 وحدة سكنية قد شارفت نسب الإنجاز فيها على الانتهاء، متوقعة أن يتم تسليمها لمستحقيها في النصف الأول من العام المقبل 2018 بعد أن تم تخصيصها في وقت سابق على أن يتم طرح أكثر من 800 وحدة سكنية بمناقصة خلال الفترة المقبلة.